المطلوب منا الآن أن نبسط لوغاريتم الأساس 5 لـ25 للقوة x تقسيم y. سأعطيكم بعض خصائص اللوغاريتمات، وأنا أوافق أن هذا الأمر لا يتطلب تبسيطا ما هنا، حيث أن الحصول على هذا هنا داخل اللوغاريتم ليس شيئا ممتعا لننظر إليه. إذن أول شيء ندركه هو أن هذه واحدة من خصائص اللوغاريتمات، أي أن لوغاريتم أساس معطى لنا، لذا دعونا نفترض أن الأساس x ل a تقسيم b يساوي لوغاريتم الأساس x ل a ناقص لوغاريتم الأساس x ل b. الآن لدينا هنا 25 للقوة x مقسومة على y، إذا يمكننا أن نبسط وفقا لهذه الخاصية، تساوي لوغاريتم الأساس 5 لـ25 للقوة x ناقص لوغاريتم الأساس 5 لـ y. يبدو الآن أنه يمكننا القيام بالقليل من التبسيط. يبدو أن الخاصية اللوغاريتمية التي لها علاقة هنا هي إذا كان لدي لوغاريتم الأساس x ل a للقوة b، فهذا يعادل b مضروب في لوغاريتم الأساس x ل a. هذا الأس يمكنه أن يذهب خارجا كما فعلنا هنا. إذن هذا الجزء يمكننا أن نكتبه كالتالي: x مضروبة في لوغاريتم الأساس 5 لـ25 ناقص لوغاريتم الأساس 5 لـ y، وهذا مفيد لأن لوغاريتم الأساس 5 لـ25 شيء سهل. هذا الجزء يسألنا ما هي القوة التي علينا أن نرفعها للخمسة حتى نحصل على 25. إذن علينا أن نرفع 5 للقوة 2 حتى نحصل على 25. إذن 2x ناقص لوغاريتم الأساس 5 لـ y وانتهينا.